عشان انا مش شايف كويس. يعني عدد كبير جدا من اعضاء الجهاز الفني واعضاء مجلس الاداره، المهند مجدي طبعا، دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، ايضا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، لقطات مهمه ولقطات تاريخيه. دلوقتي هيتم قص شريط الافتتاح للمبنى الجديد، والبعض ما كانش واخد باله خالص ان المبنى ده يعني بصدد الافتتاح، لكن في الحقيقه خبر سعيد من ضمن الاخبار السعيده خلال الاسبوعين اللي فاتوا لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتعلق بالفوز ببطوله الدوري، بتتعلق بافتتاحات جديده داخل النادي الاهلي، بتتعلق ايضا بانضمام مثلا لاعبين جدد، وده من ضمن الامور اللي بتفرح الجماهير. لكن طبعا دي لحظه تاريخيه، وحسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي بجوار الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وخلاص تم قص شريط الافتتاح لهذا المبنى الرائع. خلينا نعيش مع بعض شويه كده هذه اللقطات، لان اللقطات دي مهمه في الحقيقه. طبعا في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا رئيس جمهوريه مصر العربيه، وفي عهد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، تم افتتاح رسميا المدرج الجديد للنادي الاهلي. حضور كل لاعبي النادي الاهلي عشان يشوفوا التعب اللي تعبه مجلس الاداره، ويشوفوا الامور اللي هم كانوا بيحلموا بيها داخل النادي الاهلي ان هي فعلا بتتحقق. دي اعتقد كده ان هم في قاعه المحاضرات. كابتن محمود الخطيب، مستر مارتين لاسارتي، على فكره الراجل اللي جنبهم ده المهندس الاستشاري المهندس سامح علي كامل، المهندس الاستشاري مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره ايضا موجود، اعتقد اعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين اعتقد، يعني بجانب اللاعبين بجانب الجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي. هم اعتقد دلوقتي متواجدين فين؟ في قاعة المحاضرات الخاصة بالجهاز الفني. هيكملوا الجولة دلوقتي ويروحوا لغرف أخرى، سواء غرف متعلقة بخلع الملابس، غرف متعلقة أو صالة متعلقة بالجيمونيزيوم، صالة كمان متعلقة بأجهزة الاستشفاء. يعني أمور كلها في الحقيقة مميزة جدا، ويجب أو مش يجب، أكيد كل واحد من جماهير النادي الاهلي بيفتخر بهذه اللقطات، بيفتخر ان هو بيشوف النادي الاهلي بيواكب العصر الحديث، وبيشوف النادي الاهلي مواكب دائما لكل التطورات على مستوى العالم. احنا على الجزء اليمين على الشاشه كده قدام حضراتكم، دي غرفه خلع الملابس، هم اكيد هيروحوا لها دلوقتي. هي دي صح؟ لا طب استنى بقى، دي الغرفه اللي على اليمين دي كان لسه في تجهيزات ما خلصتش. اللي على الشمال ده بقى بعد ما خلصت كل التجهيزات الخاصة بغرفة خلع الملابس. ده ايه الروعة دي؟ ده ايه الجمال ده؟ لا الحاجة الكويسة لازم نشيد بيها في الحقيقة، شكل مميز جدا جدا جدا. غرفة مميزة فيها كل احتياجات اللاعبين وكل احتياجات الجهاز الفني. فأعتقد يعني المهندس كمان خالد البرندالي موجود، أعتقد كل أعضاء مجلس الإدارة. لقطات تاريخية لازم نعيشها ولازم نفرح بيها. ده الكابتن محمود الخطيب مع بعض دول من ناشئين النادي الاهلي ولا ايه؟ يعني شيء مهم ومميز، وشيء الواحد فخور في الحقيقه، الواحد فخور انه بينتمي لنادي الاهلي، وفخور انه موجود داخل النادي الاهلي، لان يعني ده فخر ما بعده فخر في الحقيقه. اللاعبين متواجدين في المدرج الجديد للنادي الاهلي، شيء مميز، شيء مهم قوي. مجلس الاداره بيقوم بكل اللي عليه، ناقص ان اللاعبين يقوموا بكل اللي عليهم خلال الفتره اللي جايه باذن الله، واحنا واثقين فيهم كل الثقه زي ما واثقين في مجلس الاداره، واثقين ان اللاعبين هيقدروا ان هم بقى يلبوا كل احتياجات الجماهير من بطولات ومن اداء مميز، سواء اللاعبين طبعا من الجهاز الفني. واضح كده يعني محمد هاني تقريبا كان بيعاين، او ياسر ابراهيم بيعاين الغرفة بشكل مميز كده وبيشوف ايه الدنيا، ايه اللي موجود هنا وايه اللي هستغله في الغرفة الخاصة بيا او خاصة باللاعبين. ده شيء كويس. او كابتن سيد عبد الحفيظ موجود، يعني مش هكون ببالغ يا جماعة، مش هكون ببالغ لو بشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه في الحقيقة كل موقف وكل فترة بنلاقي حاجة جديدة من اللي وعدوا بيها في وقت الانتخابات، باللي وعدوا بيها من ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. الوعود بتتنفذ، وده شيء مهم، لأن في البعض يقول لك إيه؟
هوعد قبل الانتخابات ويا عم بقى الناس ايه ما بتفتكرش الظروف اصل كانت صعبه اصل انا ماديا مش عارف الدنيا مش مظبطه. لا لا لا، مجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه بيلبي كل وعوده وبينفذ كل وعوده، وده واضح جدا على مدار كل التطورات الانشائيه داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه، سواء بتتعلق بالفرق الرياضيه المختلفه او بتتعلق بالجانب الاجتماعي. فده شيء جيد جدا زي ما حضراتكم متابعين دلوقتي في الصوره، لقطات تاريخيه ومهمه جدا. علاقه الود كمان والطبيعيه والعلاقه المتواصله ما بين مجلس الاداره وما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني واضحه من خلال اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي، ده واضح جدا وشيء جيد جدا. فبالتالي الكل موجود، الكل بيحتفل، الكل سعيد جدا جدا بغرفة خلع الملابس الجديدة، مش الغرفة بس، بالمبنى الكامل اهو. ده مكان للاستشفاء، المكان ده بيبقى مليان بالثلج يعني فيما بعد اكيد عشان اللاعبين بعد المباراة مثلا تاني يوم على طول يعملوا اكبر قدر ممكن من الاستشفاء السريع اللي بدوره يهيئ اللاعبين لمباراة تكون قريبة اخرى او لتحدي جديد. كل شيء متوافر، كل شيء متوافر. فلازم كل التحية وكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تلبية كل هذه الأمور. اللقطة دي مهمة قوي، حوار ما بين الكابتن محمود الخطيب ومستر مارتين لاسيرتي، وده ممكن بقى يكون ايه اكبر دليل على اي كلام ممكن يكون يتقال قبل كده، اصل مستر لاسيرتي ممكن يمشي، اصل مستر لاسيرتي لا الاهلي هيجيب مدير فني اخر. واضح جدا العلاقه القويه ما بينهم، علاقه مميزه وفي كمان منظومه احترافيه ناجحه جدا جدا في النادي الاهلي يا جماعه. سيستم النادي الاهلي مختلف، سيستم النادي الاهلي مختلف، الاحترافية هي سمة من ضمن السمات الأساسية اللي بيمشي من خلالها النادي الأهلي. أدي رامي ربيعة، محمد هاني، بعض اللاعبين، سعد سمير أعتقد ده مع محمد هاني أو حسين السيد، كابتن طارق سليمان، كابتن سامي قمصان أعضاء الجهاز الفني، كابتن خالد بيبو عضو لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي. الكل بيشارك في هذا الاحتفال وفي هذا الحدث التاريخي. طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة كمان. شيء مفرح، الواحد مبسوط بصراحة، وأكيد حضراتكم مبسوطين يعني. لحظات تاريخية ما نقدرش ننساها خالص، ومهم قوي مهم قوي إن الجمهور يشوف ويعرف إن أبطاله إزاي بيتم إعدادهم عشان يكونوا أبطال، وإن إزاي بيتم إعدادهم وتجهيز ليهم كل احتياجاتهم عشان يحققوا طموح الجمهور اللي مستني البطولات المختلفه. هم هنا دي في غرفه، دي غرفه ايه دي يا جماعه؟ غرفه ممكن تكون خاصه ببعض التدريبات قبل النزول لارض الملعب، زي برضو على غرار الانديه الاوروبيه. فاعتقد كل الاحتياجات موجوده وكل المميزات موجوده ومتوفره للاعيبه النادي الاهلي. عمرو السوليه احد نجوم الموسم، كابتن حسام عاشور الكابتن الكبير جدا واحد نجوم النادي الاهلي على مدار سنوات عديده سابقه وان شاء الله باذن الله تكون قادمه. والغرفه اللي فاتت دي غرفه العلاج الطبيعي بالمناسبه، كمان في اطار حضور الصفقات الجديده للنادي الاهلي، لان ده ثالث يوم ليهم في التدريبات، هم ابتدوا تدريباتهم مع النادي الاهلي يوم الجمعه. فالفرحه واضحه على وجوه اللاعبين والعلاقه ما بين اللاعبين كمان واضحه كتاقلم وانسجام، ده شيء جيد جدا. فين الجهاز الجديد ده؟ مهم قوي بقى، فين الجهاز الجديد اللي ورا ده؟ جهاز الاستشفاء اللي في الصوره اللي فاتت دي او الكادر اللي فات ده، وده اللي كان منتظره النادي الاهلي واللي اتعاقد عليه النادي الاهلي. لو تفتكروا حضراتكم من بضعه اشهر كده اتكلمنا كتير وقلنا النادي الاهلي خلاص اتعاقد مع جهاز استشفاء او مع شركه لانتداب هذا الجهاز عشان يكون متواجد. جهاز الاستشفاء ده حديث جدا 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 وبيعمل اعلى درجات الاستشفاء في اسرع وقت. دايما مجلس الاداره بيحاول يستجيب لكل ما هو جديد، يستجيب لطلبات الجماهير، الطلبات المنطقيه اللي بدورها ان هي تنفذ وتسعد كل الجماهير. مجلس الاداره مش بيتاخر في الحقيقه. الدليل ايه؟ مش بنقول كلامه خلاص، الدليل اهو قدام الشاشه مع حضراتكم. مبنى جديد او مبنى هو كان متواجد بس بيتم تطويره، او تم تطويره، غرف مناسبه جدا جدا. انا عاجبني قوي اللون الاحمر اللي في كل حته ده،
حاجه بتعكس شخصيه النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي ولون النادي الاهلي كمان لما تشوف البطولات كده موجوده. بالمناسبه على فكره يعني في تطورات اخرى كتير جدا هتكون خلال الفتره اللي جايه، سواء بتتعلق ايضا بفريق كره القدم او بالفرق الرياضيه المختلفه او بالجانب الاجتماعي بالتحديد من الناحيه الانشائيه يعني. ده شيء جيد. صور مفرحه، التعليقات اكيد واضحه، واضح جدا من اللاعبين السعاده اللي على وجوههم بهذا المكان الجديد. طبعا ده مكان للاستحمام بعد التدريبات، الحمامات الخاصه باللاعبين، كل حاجه موجوده طبيعي يعني، كل حاجه موجوده عشان باذن الله باذن الله تبقى انت ايه اي ماتش داخله مش حاسس ان في حاجه ناقصاك، اي تحدي هتشارك فيه انت كل الامور بالنسبه لك متاحه وكل وسائل الراحه موجوده بالنسبه لك في النادي الاهلي. بالمناسبه اي واحد بقى من اللاعبين مثلا اللي بره النادي الاهلي لما يشوف اللقطات دي هيفكر ازاي؟ هيقول لك ايه النادي الكبير ده؟ لو النادي الاهلي سعى للتعاقد معاه في يوم من الايام مش هيتردد. هو على مدار التاريخ على فكره يعني ما حدش فيش لعيب بيتردد يعني، لكن لما بتشوف النادي الاهلي دايما مواكب للتطور تعرف فعلا ان ده نادي احترافي، نادي مش بتاع كلام، مش بنتكلم وخلاص، او المجلس مش بيتكلم وخلاص. المجلس اهو المكان ده بقى المهم، ده اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه من شويه. ده مكان لبعض التدريبات البدنيه الخاصه باللاعبين داخل المبنى نفسه، بخلاف طبعا ملعب التدريب، ملعب استاد مختار التتش ده ممكن ايه فتره او ممكن يوم من الايام يكون الجو مثلا او مناخ مش مناسب، فممكن تعمل تدريبات بدنيه جوه المبنى. نجيل موجود، نجيل اعتقد ان هو نجيل صناعي طبيعي يعني، طبيعي ان يكون نجيل صناعي يعني. وتقدر ان انت تعوض جانب بدني مهم قوي، ممكن درجات الحراره تبقى مرتفعه، ممكن بعض اللاعبين اللي عندهم اصابات يعملوا بعض التدريبات البدنيه جوه في الجيم او في المكان ده كمان المخصص ليهم لرفع الاحمال البدنيه او لبعض التدريبات العلاجيه من خلال هذا المكان. الكلام ده يا جماعه والله موجود، واكيد حضراتكم عارفين موجود في الانديه العالميه الكبيره جدا جدا في العالم، في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه والانديه دي، في انجلترا مانشستر يونايتد وليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر سيتي بالتحديد انا اتفرجت وشفت. دي صوره مهمه قوي، صوره مهمه قوي للاعبين في المقر الجديد او في المدرج الجديد. جونيور اجاييه الدنيا كويسه هي على فكره، جونيور اجاييه الروح واضحه جدا من اللاعبين، مؤمن زكريا موجود، كل حاجه هي ماشيه كويس قوي، لان في بعض بيحاول يطلع كلام يعني على فريق النادي الاهلي، لكن في الحقيقه العلاقه واضحه قوي مميزه ما بين اللاعبين والجهاز الفني، كابتن سيد عفيز، مستر مارتين لاسارتي، كل الفريق بشكل كامل، ومفيش حاجه هتعكر